How are you? كيف حالكو? Today let's learn about number 14. Number 14. دعونا نتعلم اليوم number 14. 14 معناته 14. 14. 14. 14 14. تتكون من رقمين. الرقم الأول 1 4 1 وبجنبه راح يكون number 4. خلينا نعد الستارز. How many stars are there? كم عدد النجوم هنا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ثيرتين العدد السابق اللي أخذناه معناته 13. 14 14. إذن هون عنا 14 stars 14 نجمة. 14 بمعنى 14. 14 14 14. حكينا الرقم الأول تتكون منه number 1. الرقم الثاني بتكون منه 4. 1 4. نتعلم هلا كتابته number 14. لكن في البداية خلينا أسألك سؤال. How many flowers are there? كم عدد الورود هنا؟ And how many cars are there? نعدهم مع بعض سوا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. إذا عندنا هون 14 flowers 14 وردة. How many cars are there? How many cars are there? بنعد مع المس. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14 معناتها 14. 14. Now الآن بدنا نتعلم كيف نكتبه. Number 14 هو عبارة عن رقمين الكتابة، يعني يتكون في الكتابة فقط عبارة عن رقمين، هو number 1 وبجنبه بيجي number 4. Again نكتب مع المس. Number 1 number 4. Again number 1 number 4. This is number 14. Number 14 اللي هو عبارة عن إننا نكتب number 1 وبجنبه number 4. 14 number 14. Let's write number 14. Okay. هلا كلياتنا راح يكون عندنا واجب صفحة 36. هو راح نكتب على الكتاب هون number 14 ونكتبه كمان في الفراغات. انا بدي اكتب لكم فراغ واحد مشان تكتبوا مثلي. number 1 جنبها number 4. this is number 14. number 14.